مفيش شك ان كده انت محظوظ، يعني محطات جدا. مهمه مع ناس مهمه جدا، واهمها طبعا مش هنعديها كده الفنانه القديره او فاتن حمامه سيده الشاشه يا العربي. سلام. انت كان ليك مواقف معاها وبرده كنت صغير قوي زي ما شفنا كده في الويلكم كليب، ده صحيح. احكي لنا عن مواقفك معاها، يعني او اول مره شافتها او قالوا لك هتقف قدام فاتن حمامه. رحنا وتعرفنا بيها في استوديو الاهرام تقريبا او النحاس حاجه كده، كان تعارف بس ما كانش تعارف. تصوير. وابتدينا نصور. هي كانت حبانة جدا، وهي حد رقيقه قوي منمقه في كلامها، منمقه قوي، وصوتها الحال. هادي، صوتها واطي قوي، ما تعليش صوتها خالص، حاجه جميله يعني. لغايه ما جه في يوم كان في ماتش الزمالك، الاهلي والزمالك، فانا ومحسن قلنا مش هنيجي تصوير، عايزين نتفرج على الماتش. اطفال عايزين يلعبوا. عايز اتفرج على ماتش الاهلي والزمالك، يا مصر كلها هتشوف. فيحيلونا يبقى مش يعني هنتفرج على الماتش. فبعد شويه قالوا لنا مدام فاتن عايزاكوا في الاوضه عندها، في اوضتها. فدخلنا لها، فقعدت وعزمتنا على حاجه وفي منتهى الرقه اللي في الدنيا يعني. وقالت انا سمعت انكم مش عايزين تاخدوا الاوردر علشان ماتش الاهلي والزمالك. فانا قلت لها اصل ده ماتش مهم ومصر كلها هتشوفه. ايوه. فقالت لي احمد انا عايز اسالك سؤال. فقلت لها اتفضلي يا فندم. قالت لي انت بتحبي ايه اكتر، التمثيل ولا الكوره؟ ففكرت كده قلت لها لا التمثيل. ذكيه جدا. قالت لي يبقى هتيجي. يبقى هتيجي بمنتهى الثقه. قلت لها هي والله، لان انا فعلا بحب التمثيل. علمتك حاجه، علمتك التزام معين بحاجه انا عايز انجح فيها. طبعا.